يقول حفظك الله، وهل يرد عليهم بقوله سبحانه في لوح محفوظ؟ رد عليهم بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقوله في لوح محفوظ، وبقوله لا يمسه إلا المطهرون. ما يستطيع أحد يغير القرآن أبدا، ما يستطيع أحد يغير القرآن أو يحرف القرآن، ما يستطيع هذا. أما أنه يفسر بغير تفسيره يمكن، أما أنه نص القرآن يغير نص القرآن ما يمكن هذا أبدا. نعم.